مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من محطات المغربية. محطة اليوم هي محطة متميزة لأنها آخر عنوان للجمال، بريئة إلى حد الريبة، صمتها صخب، وحين تلامس المحيط تعلن الميلاد غربا. بلد الحفاظ والقرآن مبثوث في قلوبهم وعلى ألسنتهم، وبلد الشعر الذي لا تحويه بحور خيرها في جوفها، وعلى شطوطها رزق الصباح والمساء. هبة من الله لأهل بلد لا يرجون إلا عيشا كريما حرا آمنا، إنها موريتانيا. إذن محطتنا اليوم في موريتانيا، ونستضيف لمعرفة موريتانيا والولوج إلى هذا البلد العجيب الغريب الذي لا يعلم الكثير من أبناء الوطن العربي أن موريتانيا هي بلد متميز بأهله، بامتداده، بشطوطه وصحرائه. يشاركنا اليوم الكاتب الصحفي محمد عبد الله الحبيب، محطة من محطات مغاربية حتى نعرف موريتانيا، ولكن قبل ذلك مشاهدة التقرير. على مساحة 1,307,000 كيلومتر مربع، أقصى دولة عربية ومغاربية، وفي شمال غرب القارة الإفريقية، تحدها الجزائر ومالي والمغرب، وشاطئ بطول 700 كيلومتر تطل به على المحيط الأطلسي، أكثر من 3,300,000 ساكن. إنها لغز الهدوء الصاخب. موريتانيا استقلت عن فرنسا في نوفمبر 1960 فاتحة عهد الجمهورية وعهد العسكر، بلد الانقلابات بامتياز، أكثر من 11 انقلابا أو محاولة انقلاب، وكأن التغيير علامة استقرار. معاوية ويلد سيدي أحمد الطايع هو أكثر الانقلابيين بقاء على كرسي الرئاسة، 21 سنة، من سنة 1985 إلى سنة 2005 حيث أطيح به. وتدخل موريتانيا في برزخية سياسية راوحت السلطة فيها بين المدني والعسكري، ليقود الجنرال محمد ولد عبد العزيز انقلابا أطاح فيه بالرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أتى للحكم ليؤمن الناس على خيارهم المدني الديمقراطي، ومطمئنا إياهم أن الحكم للشعب والثكنات للعسكر. المسلحة وقوات الأمن لا يتم مع الشعب من أجل ترسيخ الديمقراطية في ذلك البلد. الديمقراطية جابوها القوات وهم اللي محافظين عليها ولا يتم محافظين عليها إن شاء الله. ولكن تجيبنا الوقائع أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أطاح بالجنرال محمد ولد عبد العزيز، وحافظ العسكر على ثكناته وعلى الحكم كذلك. إذن مشاهدينا الكرام، موريتانيا بلد الانقلابات ولكن أيضا بلد الخير والرزق. سيد محمد عبد الله الحبيب، اليوم كيف يمكن أن نقدم مشهد الحكم في موريتانيا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، وشكرا أيضا على المقدمة الرومانسية التي التي عبقت الجو وذكرتنا فعلا أن موريتانيا بلد فيها جمال وفيها ما يستحق الحياة كما يقول محمود درويش، وهي كذلك فعلا بإذن الله تعالى. يعني أنا لا أظن أنه يوجد تلخيص أقوى ولا أكثر دلالة في عمقه من التلخيص الذي ختمتم به متعليقا على كلمة الرئيس الحالي لموريتانيا الجنرال المنقلبي سنة 2005 سنة 2005 وسنة 2008 محمد بن عبد العزيز، الذي قال إن الديمقراطية جاءت إلى موريتانيا على أن القوات هي من أعطت الديمقراطية لموريتانيا وهي من سيحافظ عليها، والحقيقة أنها تحافظ على الديمقراطية وتحافظ على الحكم معا كما ختم تقريركم. الحالة في موريتانيا تقريبا منذ 1978 في أي إطاحة بأول نظام مدني منتخب، ومهما يقل عن الحديث عن التأسيس عن الأبي المؤسس المختار ولداده عن الزمرة التي حكمت وعن الجيل الذي حكم حينها، مهما يقال عنهم ومهما يقع الاختلاف من يعني بشأنهم، إلا أنهم
مثلهم في ذلك مثل النخب التي ورثت أنظمة الحكم عن الاستعمار، كانت نخبا تحاول إلى حد ما تأسيس شيء من مفهوم الدولة بعد الإطاحة بالرئيس المختار الداء سنة 1978. ومهما أيضا يقل عن أسباب هذه الإطاحة ومما يقل عن حقيقة النوام حينها وعن أوضاعه الداخلية وعن الأوضاع التي يعني التي تقع فيها البلاد، فإن الحقيقة المجردة هي أن موريتانيا منذ ذلك الحين تتحكم فيها مجموعة من السلالات العسكرية تتوارث الحكم فيما بينها جنرالا عن عقيد أو رائدا عقيدا عن مقدم عن جنرال إلى آخر هذه يعني السلالة الطيبة التي ما تزال تحكمنا ويعني وهي سعيدة ونحن سعداء أيضا بوجودها، مع أنها تنتقص كثيرا من مفهوم الدولة، ومع أنها في الحقيقة يعني الجيل الذي خلف في عهد الانقلابات العسكرية في موريتانيا كان جيلا يبني أمجادا ذاتية ويبني كراسية، لكنه في المجمل لم يكن ذا رصيد كبير في بناء الوطن. سيد محمد، وكأنك تقول بأن موريتانيا بذلك تفتقد إلى دولة مؤسسات، دولة قانون، وكأن الانقلاب بما يعني فيه بما كل ما تعني الانقلاب هو أصبح طبع في الحياة السياسية وليس تطبعا. الحقيقة أن نتتبع مسار الحياة يعني التاريخ الموريتاني هو يعني في حقبه ما بعد 1978 هو عبارة عن حكم عسكري في انقلاب، جاء بعد ذلك مراحل الانتقال المدني التي بدأها الرئيس معاوية الرطاع سنة 1988 الذي انقلب على نفسه، انقلب ولد الطاع العسكري على ولد الطاع أو المدني على ولد الطاع العسكري، وبدلت العساكر جببها، ومن ذلك الحين تأتي عساكر تبدل الجبب والبزات ثم يعني وتحكم هي بنفسها. طبعا لا أقول لا توجد دولة مؤسسات، ولكن أقول إنه توجد مؤسسات تحكم الدولة يعني. ويحضرني هنا دائما تعبير أنيس الصائغ في كلمته عن في دراسته التي نشرتها يعني مؤسسة كارنيجي الشرق الأوسط والمعنونة بفوق الدولة جمهورية الضباط في مصر. فعلا نحن كذلك جمهورية من الضباط، جمهورية ضباط يتوارثونها كما قلت جنرال. يعني هنا إشارة خطيرة جدا سيد محمد، يعني موريتانيا إذا كان فعلا على حد تعبير أنيس الصايغ أن هي دولة الضباط التي تحكم دولة الشعب، إذن أين الشعب في كل ذلك؟ يعني في تقديرات فرنسية أعقبت الانقلابات على ولد الطايع والانقلابات على سيد محمد الشيخ عبد الله الرئيس المدني المنتخب، المنتخب طبعا بدعم من العسكر حتى لكون يعني وأقر بذلك حتى هو يعني سيد محمد. الموضوع ليس سرا أن من كان يحكم موريتانيا أن من جاء بسيد محمد الشيخ عبد الله هو ولد عبد العزيز الذي أزاحه. قلت على فيما يتعلق بموضوع ذكرني بالسؤال يعني هل اليوم نتحدث عن دولة الضباط التي تحكم دولة الشعب يعني خلص الفرنسيون في تقدير موقف يعني تسرب إلى الصحافة حينها أن المؤسسة الوحيدة المنظمة في موريتانيا هي المؤسسة العسكرية. هذه الخلاصة على قساوتها بالنسبة للشارع الموريتاني، إلا أنها وإن لم تعبر يعني بغض النظر عن مدى دقتها في توصيف الواقع، إلا أنها ظلت الحقيقة التي يتعامل معها حكام موريتانيا الفرنسيون السابقون، وظلت إلى حد ما الحقيقة الثابتة التي تتعامل معها النخبة السياسية في موريتانيا. ويعني الاعتراف بمؤسسة يعني ذات يعني منظمة وذات رؤية بين مزدوجتين في حكم البلاد وفي تسيير شؤونها وفي علاقاتها الخارجية في أمنها في أي مجال من مجالاتها وحتى في اقتصادها، للأسف الشديد لم توجد مؤسسة توازي المؤسسة العسكرية، وكانت دائما كلما يعني تبلورت مؤسسة مجتمعية
تدخل في صدام مع هذه السلطة، مع هذه المؤسسة، إما أن تحتويها المؤسسة أو تركعها، والحالات القليلة النادرة تؤكد القاعدة ولا تنفيها. يعني هذه كأنك كذلك هناك إزاحة إلى المؤسسات المدنية، يعني الأحزاب باعتبار شكل مدني لممارسة السياسة. هل اليوم المؤسسة العسكرية على حسب رأيك احتوت الأحزاب السياسية في موريتانيا وباعتبارها المؤسسة الوحيدة المنظمة كما قلت؟ لا أقول لا يمكن إطلاق، عفوا، لا يمكن إطلاق تعبير الاحتواء يعني بكل ما يعني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إلا أنها استطاعت بدرجة من الدرجات التحكم في نشاط هذه الأحزاب بما فيها الأحزاب المعارضة التي لا يعني لا مطعن في صدقيتها ولا مطعن أيضا في صدقية القائمين عليها، إلا أن هذه المؤسسة العسكرية بحكم موازين القوى على الأرض، بحكم الخبرات المتراكمة، بحكم الدعم التحالفات الخارجية، حتى لا أقول الدعم، بحكم التكوين وبحكم المركزية في صناعة القرار في الدولة، استطاعت وبحكم احتكارها لكل الأوراق الصلبة في العملية السياسية، استطاعت أن تجعل هذه الأحزاب تدور في فلكها، وأن تحدد هي في أغلب الحالات، حتى لا أطلق، أن تحدد الهامش الذي تتحرك فيه هذه الأحزاب والشخصيات. ويعني بهذا إلى حد ما يمكن أن نقول إنها تقول للمعارضة كلمة هارون الرشيد: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. ربما لا يأتي يوم لا يأتي فيه الخراج، لكن إلى الآن ما زال خراج المعارضة يأتي يذهب إلى السلطة. يذهب إلى السلطة. يعني أشرت كذلك إلى رأي فرنسا في المؤسسة العسكرية الموريتانية، ودعنا هنا أخاطب فيك المثقف ونفتح قوس. يعني تقريبا كل الدول العربية المؤسسة الوحيدة اللي هي مؤسسة منظمة، مؤسسة لها انضباط كبير جدا، مؤسسة لها عقيدة، هي مؤسسة الجيش. مهما اختلفنا في توصيف هذه العقيدة من دولة إلى دولة، ولكن مؤسسة العسكر وأكثر مؤسسة فاعلية المؤسسة الأمنية. يعني أغلب ضباط المؤسسة العسكرية في موريتانيا هم تكونوا في فرنسا وفي مدارس فرنسية. هل اليوم لازالت فرنسا إضافة إلى نقول النفاذ إلى ذهنية المؤسسة العسكرية في موريتانيا، هل لها أيضا نفاذ سياسي ونفاذ اقتصادي؟ على كل حال هنا يعني في السؤال ينطوي على، يعني سامحني أن أدقق معلومة قليلة، هي أن فرنسا كان تعاونها العسكري مع موريتانيا على الأرض الموريتانية. صحيح أن بعض النخب من الضباط يذهبون للتكون في فرنسا، لكنهم يعني أغلب النخب الموريتانية إما تكونت في المدرسة الوطنية لتخريج الضباط أو ثم والتي يعني ثم بعد ذلك مدرسة الأركان، أو في المدارس المغربية والسعودية والسودانية والمصرية على ما أعتقد، يعني هذه الخريطة إلى حد ما. لكن الفرنسيين هم من وضع النواة للجيش الموريتاني، وظل نفوذهم بحكم أنهم دولة مستعمرة، يعني نقول ظل نفوذهم داخل المؤسسة العسكرية هو ربما يكون أحد أذرعهم أو أحد الجسور التي يعبرون عليها إلى بقية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. طبعا فرنسا، يعني عندما نتحدث عن علاقة موريتانيا بفرنسا فنحن نتحدث عن دولة عريقة حكمت الإقليم من حول موريتانيا، وكانت موريتانيا يومها صحراء، ولم تكن فيها نخبة بالمعنى المعاصر والحديث، ولم تترك المدارس الفرنسية نخبة أيضا متشكل ذات وعي وطني متشكل، وإنما تركت مجموعة لديها اهتمام كبير بالدولة بالهوية الموريتانية، ولديها إيمان بالقدرة على بناء دولة موريتانية. لكنها يعني إذا لم نستخدم كلمة الولاء فإننا نستخدم كلمة مخترقة ثقافيا وفكريا وسياسيا من المنظومة الفرنسية التي كانت عبارة عن يعني إمبراطورية راسخة في التاريخ تتعاطى مع مجموعات بدوية غير منظمة في الطبيعة. تحدثت عن النخبة، سنفتح باب النخبة والنخبة السياسية في موريتانيا. سنأخذ معنا اتصال هاتفي من موريتانيا. سيد محمد فاضل، رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، تواصل. أهلا بك سيد محمد. أهلا
أهلا وسهلا بك. سيد محمد، المشهد السياسي في موريتانيا هو مشهد الحكم الممسوك بأيدي العسكر، ولكن حضور الأحزاب أصبح له يعني إيقاع في المشهد السياسي الموريتاني. كيف تقدم لنا هذا الحضور؟ شكرا أستاذ الكريم. مرحبا. أحييك وأحيي ضيفك الكريم الأخ محمد الطلاعي. صحيح أنا رئيس مصلحة الإعلام في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل، وأتمنى أن تعيد السؤال لأني لم أتمكن من سماعي بشكل كامل. نسمعك بشكل جيد، تفضل. أنا أريد أن تعيد السؤال قليلا. سؤالك، قلنا الحكم في موريتانيا هو هويته وهواه عسكري، ولكن منذ سنوات أصبح الحضور المدني المشكل في الأحزاب له إيقاع في المشهد السياسي الموريتاني. كيف تقدم لنا حضور الأحزاب السياسية في العمل السياسي في موريتانيا؟ إذا شكرا جزيلا. الجميع يعرف أن دولة موريتانيا من أكثر الدول العربية التي حدثت فيها انقلابات عسكرية. الحكم هنا عسكري سرا وقهرا، الحكم هنا محكوم من طرف العسكر. هذه حقيقة دعب عليها الشعب الموريتاني منذ استقلال الدولة ومنذ أول انقلاب في 1978. لكن كما تفضلت هناك كما يمكن ان نقول انه نفس مدني اصبح يريد ان يثبت وجوده، ان ينقل هذه الدوله من حكم عسكري اخرها كثيرا وما زال يؤخرها، لان احكام العسكر كانت دائما تمارس السلطه والوقايه على الشعب تجعل حريات محدوده. سيد محمد فاضل، سيد محمد فاضل، سيد محمد فاضل، الأحزاب السياسية في موريتانيا برغم امتدادها في النخبة المثقفة ورغم لها تواجد يعني في صفوف الطلبة والشباب، ولكن فعلها في الساحة السياسية لا زال محاصرا أو هو تم احتواءه من السلطة يعني من العسكر. لماذا حسب رأيك أن من البساطة أن الأحزاب الموريتانية يتم استدراجها إلى مربع السلطة دون حتى وهي تعبر أنها أحزاب معارضة؟ دائما أخي الكريم هناك استثناءات في الأحزاب السياسية الأمريكية. هناك أحزاب سياسية قرعت الأنظمة العسكرية، فرضت إرادة الشعب الموريتاني على العسكر، وكانت دائما تمثل صوت الشعب الموريتاني بمختلف مراحل مثالها مع 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 العسكر. أنا معك في أن حجم تأثير هذه الأحزاب السياسية ترى محدودا نظرا لطبيعة تحدث عن موريتانيا، نظرا لطبيعة الشعب الموريتاني، طبيعته بالتعاطي مع الشأن السياسي، طبيعته بفهم الأمور. هو مجتمع جديد على الممارسة السياسية ومجتمع محكوم بالأنظمة العسكرية منذ فترة طويلة، لكن الأداء السياسي للأحزاب السياسية أصبح يقلع الواطن الموريتاني شيئا فشيئا، وأصبح يمثل دارقة الأمل للشعب الموريتاني بأن ينقذه وينقذ هذه الدولة العسكرية المتعاطلة. هناك أحزاب سياسية في موريتانيا أصبحت راشدة، هناك أحزاب سياسية في موريتانيا أصبحت تمارس العمل السياسي الناضج، تقارع الأنظمة العسكرية. صحيح أن الأنظمة العسكرية متحكمة في مفاصل الدولة وتعرف طريقة احتواء الشعب إما بالقمعي حينا وإما شكرا لك. شكرا لك سيد محمد فاضل، رئيس الدائرة الإعلامية لحزب تواصل تجمع الوطني للإصلاح والتنمية موريتانيا. شكرا لك سيد محمد عبد الله الحبيب. يعني هناك إشارات واضحة في كلام سيد محمد فاضل أن مزاج الموريتاني هو مع التغيير، ولكن هذا المزاج في نفس الوقت يبحث عن الاستقرار الذي تؤمنه المؤسسة العسكرية. والله
لا أستطيع الجزم بشيء في هذا، لأنه لا توجد دراسات إحصائية يعني يمكن أن نتحدث عنها في هذا الشأن، ولا توجد يعني في موريتانيا مراكز وبحوث متخصصة تقدم سبرا للآراء بشكل يمكن الاعتماد عليه في بناء نتيجة منطقية في هذا الموضوع. لكن الواقع أن النخبة العسكرية هي من أبناء هذا البلد، وهي يعني استطاعت يعني بتمركز مجموعة من القوة الصلبة في يدها، الإعلام والمال والعلاقات، استطاعت أن يعني تؤسس لمنظومة تتعاطى بشيء من الذكاء وشيء من الاحترافية مع تناقضات داخل الشعب وداخل نخبه السياسية، ولذلك استطاعت أن تتحكم إلى حد ما في صياغة الكثير من العقول وفي صياغة طروحاتها كطروحات وطنية وفي احتكار اسم الدولة، ويعني الاحتكارات الكبرى التي هي الوطنية والتي هي الدولة والتي هي الاستقرار، يعني مجموعة من الاحتكارات الكبرى يبنيها كل نظام شمولي، هذه تلعب على تناقضات داخل المنظومة الاجتماعية، داخل المنظومة التعليمية، داخل المنظومة الثقافية للجمهور. وإرادة الجمهور في التغيير هذه إرادة، أنا يعني سامحني أن أستخدم تعبيرا قاسيا إلى حد ما على الجمهور الموريتاني، أنه أن 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 نتعاطي مع الأحداث إلى حد ما تعاطي أقل وعيا بكثير مما يمكنه أن. لماذا حسب رأيك؟ هذا يعني شوف، الدول تراكم. أنا كنت أفكر أثناء حديثي صديقي العزيز محمد فاضل الطراد علما، كنت أفكر في يعني أنه كل البلدان العربية التي أعرفها لعواصمها تاريخ وبعواصمها آثار، ويوجد فيها شيء قبل القرن العشرين يعني، وهذا أمر لا يوجد في العاصمة نواكشوط، لأنها مدينة حديثة بنيت تقريبا يعني في بعد يعني كل المباني فيها شيدت بعد العقد الثالث أو في أواخر العقد الثالث من أو بداية العقد الرابع من القرن العشرين. لذلك هذا عدم وجود تراكم يبني أعرافا في التعاطي مع السلط، هذا يجعل وعي النخبة ويجعل وعي الجمهور تبعا لذلك على مستوى من الهشاشة لا يسمح بمغالبة مراكز القوى التي تبنى بمنطقها والتي تبني مفاهيمها. يعني كأنك تعود إلى كلمة قلتها في أول مداخلتك، أن هناك طابع البداوة هو الذي لربما نشهد له ملمس في الحياة السياسية في موريتانيا. هو ليس الحياة السياسية والحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، الحياة الثقافية في موريتانيا ما تزال تغلب عليها طابع يعني طابع الصحراوي الذي يفرض التنقل ويفرض الكثير من الحل والترحال، ما يزال للأسف الشديد هو الغالب في تعاطي النخب الموريتانية، يعني هو المتحكم في لاوعي الموريتانيين، وبالتالي يعني يطبع مؤسساتهم المدنية وحتى إلى حد ما العسكرية والأمنية بشيء من الهشاشة. يعني هذا الحل والترحال في طبيعة الموريتانيا الذي تفسر ممكن انتقال أطراف سياسية من موقع المعارض في 2005 يعني بدقائق، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى مساند لمحمد ولد عبد العزيز. هذا يمكن قوله على سبيل التنكيت، لكن العوامل الفاعلة فعلا في المشهد السياسي عوامل أخرى يعني يحضر فيها الثقافي ويحضر فيها اللاوعي، لكنها وتحضر فيها التجربة التاريخية، لكنها مع ذلك يعني هي قائمة على معطيات أغلبها موضوعي متعلق بميزان القوى ومتعلق بالارتباطات المصلحية للأطراف السياسية التي تجرب عملية الانتقال كلما رأت مرعا يعني ارتحلت إليه. يعني اليوم السلطة بيد العسكر، المجتمع السياسي يبحث عن نفسه ويبحث له عن مكان تحت الشمس في موريتانيا، المجتمع المدني أين هو؟ والله هذا يعني هو العادي يعني في سؤال، يعني هو سؤال موجع، هو موجع 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 أين الوجع في هذا السؤال يعني؟ لأنه يعيدنا إلى نفس التراتبية التي تحدثنا عنها، هو الأصل أنه تبنى أن 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 أنه تقوم في المجتمعات مؤسسات صلبة، ثم بعد ذلك تذهب
يعني يحدث بناء تراكمي تنتج عن هذه المؤسسات الصلبة نخبة معينة أو حراك نخبة معينة، مؤسسات اقتصادية، مؤسسات مالية وسيطة، ثم بعد ذلك ينتج حراك اجتماعي. هذا الحراك الاجتماعي ينتقل ينقسم يعني مع تطور الأيام أفقيا وعموديا إلى مجموعات التي تتعاطى العمل السياسي والمجموعات التي تتعاطى العمل المدني على تداخل بينهما. في موريتانيا يمكن أن يقال إن هذا التسلسل الهرمي موجود، لكنه في الواقع متداخل إلى حد بعيد، وطبيعته هي الهشاشة التي تحدثنا عنها. لذلك في صورة المجتمع المدني توجد في موريتانيا مئات إن لم يكن آلاف الجمعيات المدنية المرخصة والتي تغطي مختلف مناحي الحياة، من عمل خيري واجتماعي إلى عمل مدني توعوي إلى عمل حقوقي إلى عمل حتى يعني رقابي سياسي، لكنها مع ذلك يعني تطبعها نفس الحالة، وبالتالي لم تشكل بعد يعني مجموعات ضغط يمكن أن تبني ما نسميه مؤسسة مجتمع مدني تنافع عن الحقوق المدنية، لأن هذه المؤسسات تنشأ عادة يعني إما بمبادرات سياسية أو بمبادرات حقوقية أو بمبادرات مجتمعية تتحول مع فعل الكثير من العوامل الضاغطة المتعلقة بالتمويل، المتعلقة بمضايقات السلطة، المتعلقة بالترخيص. ودعني هنا أن أضع استثناء باختصار، أضع هنا استثناء فعلا أن هناك مجتمعات مدني نجحت إلى حد ما في فرض رؤيتها في بعض المجالات، خصوصا في مجال محاربة الرق سنعود إلى مسألة محاربة الرق والوضع الاجتماعي في موريتانيا وتوزيع القوى السياسية، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. إن ست أشهر حاصرين، لا أكل، لا شرب، لا مي، لا كهرباء. عدنا مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من محطات مغربية. المجتمع المدني الموريتاني
كيف يمكن اليوم أن ننظر إليه؟ ولكن قبل ذلك دعنا ضيفنا الكريم سيد محمد عبد الله الحبيب. القوى السياسية في موريتانيا، عائلات هذه القوى وكيف تتوزع في المشهد؟ بالنسبة للقوى السياسية الموريتانية الآن، يعني هي غالبا تصنف على أنها تصنف إلى قسمين كبيرين، هما قسم السلطة قسم السلطة وقسم المعارضة. وفي الحقيقة أنه لو استخدمنا التوصيف المغاربي فإنه توجد في موريتانيا التوصيف المغربي، يعني المصطلح المغربي، أنا درست في المغرب يعني استخدم بعض المصطلحات المغربية. يقسمون الأحزاب عندهم إلى أحزاب إدارية وأحزاب سياسية. في موريتانيا توجد هذا إضافة إلى 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 مجموعة من الأحزاب والشخصيات التي تدور في هذا الفلك أو ذاك، تقترب وتبتعد بحسب موازين القوى وبحسب المناسبات الانتخابية. في موريتانيا الآن يوجد قطبان سياسيان، إذا تجوزنا في استخدام هذه المصطلحات، هما منتدى المعارضة للعدالة والديمقراطية، ومنتدى المعارضة للوحدة منتدى الوحدة والديمقراطية، الذي يضم أغلب الأحزاب المعارضة سواء كانت الأحزاب التكنوقراط أو الأحزاب الوسيطة أو والأحزاب ذات المرجعية الإيديولوجية. يخرج عنه الآن الحزب الذي يعني واحد من أكبر أحزاب وأهم أحزاب المعارضة، أو هو أكبرها يعني في المخيال الشعبي، اللي هو الذي يتزعمه زعيم المعارضة السابق والمرشح الرئاسي أحمد الدادة. يعني هذا الحزب الآن هو يشكل إلى حد ما قطبا ثالثا مع المنتدى، وأقرب طبعا إلى المنتدى توجد بعض أحزاب أخرى متكتلة في كتلة أخرى تقول هي أقرب إلى السلطة بطبيعة الحال، وينظر إليها على أنها أحزاب مشاركة واقعيا في السلطة، وإن كانت ما تزال ترفع يافطة المعارضة بحكم أنها لم تدخل الحكومة، وما زال نوابها في البرلمان محسوبون على أنهم نواب معارضة. طبعا يوجد القطب الآخر الذي يمثل الدولة أو النظام أو المؤسسات الصلبة في الدولة، والتي تحدثنا كثيرا عن أن أهمها المؤسسة العسكرية، تدور في فلكها مجموعة من الأحزاب والشخصيات، هي أحزاب إدارية بالدرجة الأولى تنتجع مراتع السلطة، أن في كل مرحلة انتقال تذهب إلى السلطة قد تبتعد قليلا عندما يضعف نفوذ السلطة أو يقع الشطار داخل معسكر السلطة، لكنها دائما تدور في فلك السلطة وهي معروفة. أهمها حزب الاتحاد من الجمهورية الذي أسسه الرئيس محمد بن عبد العزيز، وينسب إليه، يعني يستخدمون له الآن لقب الرئيس المؤسس، ويديره المحامي اللامع وعضو البرلمان ورئيس محكمة العدل السامية سيدي محمد المحام. توجد يعني إضافة إلى مجموعة أخرى من الأحزاب التي تقترب من بعضها، يقترب من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وبعضها الآخر يقترب من الأحزاب ذات الخلفية اليسارية. طبعا هذا في معسكر السلطة، انضاف إليها يعني الطبقة الحاكمة، يعني تكنو بيروقراطية الإدارة أو حزب الكنبة كما يسمي إخواننا المشارقة. وفي الوجه الآخر هناك مجموعة من الأحزاب والشخصيات، منها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الذي حدثكم مدير مصلحتي الإعلامي فيه، ومنها حزب اتحاد قوى الديمقراطية، اتحاد قوى التقدم ذو المرجعية اليسارية والذي يضم اليساريين الموريتانيين، ومنها حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم، ومنها مجموعة من الأحزاب، ومنها حزب عادل وهو حزب سلطة سابق. يعني إضافة إلى مجموعة من الشخصيات والكونفدراليات النقابية تنضوي تحت منتدى المعارضة الديمقراطية. طبعا مرت العلاقة بين المنتدى والسلطة بكثير من مراحل المد والجزر، اقتربا من الحوار في فترة من الفترات، وتلاقيا يعني بعض اللقاءات، إلا أنهما الآن على شبه قطيعة، يعني يتوقف مبادرات الحوار عندهما عند منتصف الطريق باشتراطات من المنتدى بأن يتلقى ردا مكتوبا على مجموعة من الموهدات التي يعتبرها
يعتبرها يعتبرها شروطا ضروريه للقبول بان للاقتناع بان السلطه قابله للحوار، متعلقه بتسيير وسائل الاعلام، متعلقه ببعض الاجراءات يعني متعلقه ببعض الاجراءات التي تمارسها السلطه، والسلطه تقول ان هذه الاشتراطات ينبغي ان تطرحها بعد الجلوس الى طاوله الحوار والمفاوضات. على كل حال هذا مجمل باختصار. طيب هل هذه الاحزاب ومكونات المشهد السياسي العائلة الحزبية في موريتانيا مؤهلة أن تتحول في لحظة ما من أحزاب احتجاج ومعارضة إلى أحزاب دولة؟ والله هذا سؤال يعني يحتاج هذا الموجة أيضا هذا السؤال يحتاج إلى خبير في تشريح. هذه الأحزاب بعضها لديه يضم خبرات إدارية به وزراء سابقون ورؤساء حكومات سابقة، بأغلبها يعني مجموعة من الكوادر التي مارست بعض يعني مارست العمل في بعض دوائر السلطة، منها في أغلبها نواب، في أغلبها تكنوقراط وأساتذة جامعيون وشباب ونساء يستطيعون تحمل مسؤولية الوطن، لكن ربما تبقى الخبرات الموجودة في دائرة السلطة أكثر واقعية في التعاطي مع الشأن، تدبير الشأن السلطوي في يعني اليومي، وربما أكثر نجاعة في فهم العقلية، عقلية المواطن لحد الساعة، بحكم كما قلت احتكار المعلومة والإعلام وبحكم التجربة التاريخية التي لماذا سألت كذا سؤال؟ لأن كل الأحزاب بعد الربيع العربي، الأحزاب المعارضة والحزاب كانت تحتج عندما ذهبت إلى السلطة، إن كانت في الحكم أو اقتربت من السلطة عبر مؤسسات الدولة يعني البرلمانات أو المؤسسات التشريعية الأخرى، وجدت نفسها في مأزق. هي لم تفهم لعبة السلطة ولم تتمكن من مفاصل السلطة. أنت ذكرت أن مؤسسة العسكر والحزب البيروقراطي، نحن نعرف الوطن العربي أن البيروقراطية حزب قوي وقوي جدا ولا يلعب بمصالحه، يعني ومستعد لكل شيء إلا أن يتم يعني تضييق ومحاصرة مصالحه. يعني اليوم هذه الأحزاب وجدت نفسها في مأزق، هل ممكن أن موريتانيا تستفيد، الأحزاب الاحتجاج وأحزاب معارض تستفيد من تجربة الربيع العربي وتهيئ نفسها لمرحلة ما بعد ممكن الرئيس الجنرال محمد ولد عبد العزيز، أو لنقول هو كشخص ولكن هو كمرحلة في الحكم؟ يعني شوف، هي الحقيقة أنه من باب الإنصاف الأحزاب مطالبة بأن تهيئ أنفسها بأن تهيئ نفسها سياسيا لإدارة الدولة، يعني بمعنى أن تهيئ نفسها من جهة كسب ثقة المواطن ومن جهة تعرف عام على ملفات التسييرية في الدولة، لكن هذه الملفات تحتاج إلى عمل تفصيلي. ما يميز ربما المعارضة الموريتانية هي أن أغلب الأحزاب والشخصية يعني أغلب الأحزاب الموجودة اليوم في المعارضة بها بعض الشخصيات وجدت في مرحلة من المراحل في السلطة، مثل الرئيس أحمد ولداده رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يعني عمل محافظا للبنك الموريتاني في عهد رئاسة أخيه المختار ولداده، ومنها يعني بعض يعني الأحزاب الأخرى التي يقودها عمد ونواب سابقون في البرلمان، وبعضها يقوده وزراء، وبعضها كما قلت يقوده رؤساء حكومات مثل حزب عادل الذي يقوده الأستاذ يحيى أحمد الوقف الذي عمل لفترة ما وزيرا ثم وزيرا أول. ليست الدولة الموريتانية بهذا التعقيد الذي ربما تكون به الدولة المصرية أو الدولة التونسية أو غيرها أو الدولة الليبية أو السورية غدا أو العراقية إلى حد ما، لكن ومع ذلك في اعتقادي الشخصي وفي تقييمي للتجارب التي ومن خلال معرفتي الشخصية ببعض قيادات هذه المعارضة وببعض البنى الحزبية، فإنه لا شك أن هذه الأحزاب لو انتقلت غدا إلى السلطة ستواجه نفس الإشكالات التي واجهتها بعض أحزاب الربيع العربي، وستبدأ تعلم السلطة، وهذه إحدى الإشكالات. ستبدأ تعلم السلطة طبعا، وهذه إحدى الإشكالات في التجربة التاريخية العربية، أن 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 أن, أن, أن الذين تمكنوا من تعلم السلطة لم يخرجوها، والذين يحاولون الوصول إلى السلطة لم يجدوا فرصة لتعلمها، فتوجد جهالة مطبقة يعني بين مزدوجتين هنا، وتوجد معرفة هنا، لكن لن تلتقي هاتان المعرفتان إلا في حالات نادرة.
حتى نغوص أكثر في الشأن الموريتاني، معنا اتصال هاتفي السيد سليمان ولد محمد فال. سيد سليمان ولد محمد فال، مسؤول أعلام في حزب التكتل القوى الديمقراطية، أهلا بك سيد سليمان. سيد سليمان ولد محمد فال، مسؤول أعلام في تكتل القوى الديمقراطية، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل معه، وسنعود له. ضيفنا الكريم سيد محمد، اليوم تحدثنا عن الأحزاب السياسية، ويعني أنت مشكور على هذا يعني التفكيك الجميل والواضح للمشهد الحزبي في موريتانيا. تحدثت عن قبل الفاصل عن القوى المدنية وقوى الفعل المجتمع المدني، وذكرت بأن كان لها إسهام كبير جدا في معالجة بعض القضايا، وهناك قضية كبيرة جدا ممكن العديد من المشاهدين لا يعرفونها في موريتانيا، مشكلة الرق، أن المجتمع المدني ساهم في محاصرة هذه الظاهرة وحتى القضاء عليها في بعض مناطق موريتانيا. لو تقدم لنا أولا هذه الظاهرة وكيف ساهم المجتمع المدني في محاصرتها وكما قلت القضاء عليها في بعض المناطق. الحقيقة دعني أصحح بأنه لم يساهم في محاصرتها، وإنما ساهم في فك الحصار على الأقل عنها حتى أصبح الناس يعرفونها، لأنها عاشت فك الحصار إعلاميا وحقوقيا عنها حقوقياً. وحتى إداريا وقانونيا للأمانة، فكانت نضالاته يعني أنتجت نضالاته جملة من القوانين تطورت. هذه الظاهرة يعني تعود إلى عصور ضاربة في تاريخ البلاد، فكانت كانت ظاهرة الرقة التي هي ظاهرة بشرية يعني عالمية انتشرت في هذه الربوع بفعل عوامل عديدة، يختلف كثير يختلف المؤرخون في أسبابها الحقيقية وفي أصولها التاريخية بشكل دقيق، إلا أنها ويعيد كل منهم الأسباب إلى 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 ما يراه وإلى الزاوية التي يمر منها، لكن الواقع أنه يمكن أن تعود إلى جملة من الأسباب، منها الموقع، منها الإرث التاريخي الذي شهد فعلا حالة من 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 من, من, من ما يسمى يعني 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 يطلق عليه في الأدبيات الإسلامية حالة الفتوح، التي يعني أوجدت طبقة حاكمة تنتمي إلى 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 العرق العربي والبربري عموما، الذي فتحوا. هذه طبيعة الإمبراطوريات عندما تتحكم فإنها تحتكر السلطة في مجموعة، في المجموعة التي ينتمي إليها السلطان أو المجموعة التي تتألف منها جيوشه. ويعني كان الفتح الإسلامي، كان الفتح الإسلامي للمنطقة دور ربما في 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 هذا، إضافة إلى أن المنطقة أيضا كانت تشهد يعني حياة عادية تقوم فيها، يوجد فيها استرقاق. ثم بعد ذلك كانت المنطقة، كانت موريتانيا تقع على مقربة من مراكز تجارة العبيد، وكانت حالات المجاعات التي تنتج عنها، كانت حالات المجاعات في جوار موريتانيا تفرض أيضا بعض الممارسات من بيع بعض الصغار سواء كانوا أبناء أو غير أبناء، كانت عمليات الإغارة والصراعات التي يعني لا تحمل طابعا دينيا، وإنما بقدر ما تحمل طابع السيبة وطابع الصراع بين المجتمعات وطابع الصراع بين الإمارات والممالك غير المستقرة في ضفتي نهر السنغال، أو كما هو كان معروف يعني في بعض الأدبيات القومية يسمى نهر سنهاجة. هذه كلها عوامل أسهمت في وجود حالة يعني انتشرت وتوسعت في العقود الأولى في 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 يعني في في القرن العشرين بشكل يعني واسع جدا، وجدتها الدولة الوطنية أمامها، ووجدت فعلا أنه إرثاً ثقيلاً متعلقا بهذه القضية، ووجدت أن ثمة يعني شريحة واسعة من الموريتانيين السود إما خاضعة للاسترقاق في وقتها، أو يعني سبق وأن خضعت الاسترقاق، ويعني يطلق عليه في موريتانيا العبيد والعبيد السابقون، ويستخدم لهم محليا مصطلح الحراطين.
الحراطين. الحراطين وهم يعني المجموعات التي سبق استرقاقها والتي بقيت تدور في ولاء المجموعات القبلية التي استرقتها. هذه الحالة أيضا يوجد رق واسترقاق في المجموعات الإفريقية الأخرى البولارية والسنوكية والولفية، ربما بتراتبية أكثر صرامة وربما بقسوة أكثر، لكن الحقيقة أنه حجم الاسترقاق والممارسات التي كشفت في المجموعات التي تتحدث اللسان العربي يعني كانت كبيرة، ثم تبعها استغلال سياسي وديني لمجموعة كبيرة من الناس. لما بدأ الوعي وبدأت المجموعات وبدأ الناس يفكرون فيما حولهم، وجدت هذه الطبقة أنها تستعبد بغير منطق لا من شرع، لأنه للأسف الشديد صاحبت هذا الشرع، صاحبت هذا الاسترقاق الكثير من الممارسات التي لا يقرها الإسلام ولا ترضاها شرائعه ولا تقرها العادات. وربما أقول، لأني لست ملما جدا بالتجربة التاريخية، لست دارسا للتاريخ، ربما كانت استثناء في بعض القسوة. وأنا شخصيا رغم أن عمري الآن في بداية الأربعينيات يعني عايشت حالات استرقاق كثيرة وعايشت ممارسات بشعة. يعني يمكن أن يقال أن السلطة في موريتانيا بعد قيام الدولة تعاملت بمنطقين، منطق محاولة معالجة قانونية، لا محاولة معالجة قانونية تنتمي إلى التفكير الاسترقاقي، وخطوات خجولة جدا على أرض الواقع مع تنامي حراك في هذه الشريحة وفي بعض الشرائح الأخرى تنامي وعي بقضيتها وبخطورتها على مستقبل التواصل الاجتماعي وعلى مستقبل التعايش. تأسست في هذا مجموعات حركات سرية أيام الحركات السرية، ثم تحولت إلى جمعيات مجتمع مدني ما تزال بعضها ناشطة بعضها فاعلة اليوم. والحقيقة أنه ما يزال منطق السلطة محكوم بمحاولة المعالجة المستحية القانونية الإدارية والتي لا تجد الكثير من التطبيق على أرض الواقع، ومحاولة التكتم إعلاميا، وهو ما قلت أنه نجحت في فك الحصار النشطاء الحقوقيون ونجحت المؤسسات الحقوقية في فك الحصار عنه. هنا سامحني أن أتذكر في هذه الوقفة صديقا شخصيا لي يقبع في السجن وهو مرشح رئاسي وقائد منظمة حقوقية، هو صديقي الأستاذ برام ولداه العبيدي وزملائه في حركة انبعاث الحركة إيران موريتانيا، انبعاث الحركة الانعتاقية الموريتانية، وما يزالون يقبعون في السجن رغم أن لبعضهم حالة صحية. وهنا أناشد السلطات الموريتانية وأناشد الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين أن يفكوا أسرى زميلي وصديقي برام ولداه العبيدي ورفاقه. نرجو أن تصل هذه المناشدة إلى أذان وقلوب صاغية. سيد محمد، يعني خيرات موريتانيا، نعرف أن موريتانيا خيراتها في الأرض كبيرة جدا، حتى أنا بحثت عن أرقام لكن لم أجد أرقام موثقة وصحيحة حول الخيرات المعادن في موريتانيا. هناك حديث هي من الأوائل البلدان التي تمتلك الفوسفات، هناك حديث ولكن لم أجد توثيقا يعني دقيقا لليورانيوم مثلا ومن ينقب عن اليورانيوم وما أدرك ما اليورانيوم، إضافة إلى الثروة السمكية الهائلة، أن حتى أن هناك دراسة لمركز فرنسي ويتحدث فيه عن سرقة هذه الثروة من السفن الإسبانية واليابانية والبرتغالية والفرنسية أيضا. يعني لمن لخيرات موريتانيا؟ وأتوقع أن هذا السؤال يوجع بالفعل، يعني أنه فعلا الحديث عن خيرات موريتانيا هو حديث موجع. طبعا أنت تحدثت عن خيرات الأرض التي في باطنها، لكنك لم تتحدث عن خيرات الأرض التي فيها ولا عن خيرات السماء التي تصب عليها بشكل. موريتانيا يا أخي بلد
هو للتذكير 700 كيلومتر تقريبا هو طول الشريط الساحلي الموريتاني ومساحة مليون وأكثر. هذا يعني هذا على البحر الأبيض هذا على البحر المحيط الأطلسي، لكنه لكن شاطئ نهر السنغال هو 500 كيلومتر. ربما يعني تحدثت دراسة سابقة لمنظمة الفاو، منظمة الأغذية والزراعة، أنها يمكن أن تغني العالم العربي لو استغلت زراعيا هذه يعني منطقة التي محاذية لنهر السنغال، وهو النهر نذكر أنه هو النهر الذي يفصل موريتانيا عن السنغال عن السنغال، فأن هذا النهر قادر 500 كيلومتر 500 كيلومتر يعني يقال أنها صالحة. هي الآن فيها تجارب لزراعة بعض الفواكه وزراعة الخضروات وزراعة قصب السكر وزراعة الأرز وزراعة بعض هذه منطقة قادرة أن تغني العالم، أن يعيش منها العالم العربي، للعالم العربي غذائية يعني. سلة غذائية للعالم، أن تتحول إلى سلة غذائية للعالم العربي لو أحسن استخدامها. يعني هذا يعني في موريتانيا يوجد مما لم تذكره، يوجد ثاني أو ثالث أكبر منجم للذهب في 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 إفريقيا، وربما يعني كان ثم حديث في السنوات الأخيرة ولم أعد أتابع الأمر بشكل دقيق، عن ربما يتحول إلى ثاني أو ثالث أكبر منجم في العالم. عندك هذه المعادن الكثيرة، عندك الثروة السمكية، عندك البترول، عندك الاكتشافات المتحدث عن الغاز، عندك ثروة حيوانية هائلة جدا، عندك مجموعة بشرية يعني قليلة جدا ويقل اعتمادها على الدولة، وتنتشر فيها المبادرات الذاتية والتجارة الخاصة، أيضا هي جزء أساسي من أعمدة الاقتصاد الموريتاني. لكن لو سألتني عن كل هذا أين ذهب، سأقول لك كلمة واحدة باختصار شديد، هي الفساد. هناك نهب ينهبون هذه الخيرات ويجيرون الاتفاقات الدولية لصالح أن تسير هذه الخيرات إلى جيوب خاصة، وأن يظل المواطن الموريتاني مواطنا. حصرنا الوقت، انتهينا على وجع، ولكن هذا لا ينفي أن موريتانيا بلد الهدوء الصاخب وبلد الجمال. نسأل الله أن يحميها ويؤمن أهلها ويؤمن خيرتها. أيضا السيد محمد لحبيب، محمد عبد الله لحبيب الكاتب الصحفي، شرفتنا بحضورك اليوم معنا في محطة مغربية. مشاهدينا الكرام، هكذا أتينا لنهاية حلقة اليوم من محطة مغربية، حتى نلتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.